صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، رحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود الطقس صافي مع 30 درجة مئوية، الملموسة 28 درجة مئوية، الرطوبة نوعا ما مرتفعة حوالي 68%، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها بالمنطقة الشمالية، إربد 31 إلى 20، عجلون 30 إلى 18، جرش طقس صافي 32 إلى 21، والمفرق طقس صافي 32 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى نبدأ بالبحر الميت، طقس حار 37 إلى 28 درجة مئوية، مأدبة طقس صافي 32 إلى 21 درجة مئوية، العاصمة عمان 30 إلى 20، نفس الحرارة والأجواء في البلقاء، أما الزرقاء 33 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 20 درجة مئوية مع طقس صافي، الطفيلة 30 إلى 20، الشروبك 28 إلى 18، معان 33 إلى 22، والعقبة 38 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية نبدأ بالأزرق 36 إلى 23 درجة مئوية مع طقس حار، الصفاوي 36 إلى 22 درجة مئوية أيضا مع أجواء حارة، ورويشت 37 إلى 22 درجة مئوية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.